كل القتلة المتسلسلين اللي بنسمع عنهم دايماً بيظهروا بالليل، وكل جرائمهم أو أغلبها بيرتكبوها في نصاص الليالي والدنيا هادية وفاضية وكل نايم، عشان يبقى فيه وقت للتخلص من أي دليل يدينهم ويقدروا يبعدوا عن نفسهم الشبهات وما يبقاش فيه أي شهود عليهم. لكن القاتل اللي هحكي عنه النهاردة مختلف تماماً، تم تلقيبه بسفاح المشرحة من كتر جرمه وفجره، وقلبه الميت كان بينفذ جرائمه وما بيتهزلوش رمش. اغتصب وقتل عشرات النساء بطرق وحشية وبشعة جدا وفي عز النهار. وحب أقول لكم إنه ما كانش بينفذ جرائمه في مكان فاضي أو حاجة، ده كان بينفذ كل ده في الجامعة. طبعا هتفتكروا انه اكيد الجامعة دي مهجورة، ما هو مش معقول هيعمل كل ده في مكان زحمة ومليان ناس. بس احب اقول لكم انه كان سفاح متمكن وما كانش بيهمه اي حاجة ولا اي حد، والجامعة اللي كان بينفذ فيها جرائمه كانت مكتظة بالطلبة والدكاترة وهيئة التدريس عامة، وكان بينفذ كل جرائمه اثناء ما اليوم الدراسي شغيل بكل هدوء وبرود اعصاب ودم بارد. تعالوا أعرفكم كل التفاصيل، بس قبل ما أبدأ حابة أوجه شكر خاص لكل الناس اللي بتدعمني من أول ما بدأت القناة، والناس اللي بتتفاعل على الفيديوهات وبتنشرها كمان. بجد شكراً ليكم من كل قلبي، والناس اللي لسه جداد في القناة نورتوها وشرف ليا متابعتكم. ولو أنت بتشوفني لأول مرة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان توصلك الحكايات الجديدة أول بأول. مش هطول عليكم أكتر من كده، يلا نبدأ على طول. الراجل اللي هتكلم عنه النهاردة اسمه محمد آدم. الشخص ده اتولد في السودان، كان شغال فني تشريح في جامعة أم درمان في الخرطوم، وكمان كان بيشتغل وظيفة تانية إضافية وهي إنه بيغسل الموتى، وكان عنده خبرة كويسة جدا في التشريح والتعامل مع الجثث. محمد وهو صغير في السن، وقتها تقريبا كان عنده حوالي 7 سنين، حصل له زي صدمة نفسيا لأنه اطلع على جريمة بشعة بحذافيرها وشاف كل تفاصيلها، وهي إن في شخص تهجم على والدته واغتصبها قدام عينيه. ولما والده عرف طبعا صار وغضب وقرر إنه لازم يعاقب الشخص اللي عمل كده في مراته وأم ابنه، وقرر إنه يستدرج الشخص اللي اغتصبها لحد البيت، وقرر يعاقبه بس بطريقته وقتله وقطعه الأشلاء ودفنه في حظيرة الأغناب. وكل ده محمد آدم حضره وشافه بعينيه تفصيلة تفصيلة، حتى التخلص من الجثة وتقطيعها وهو يدوب كان طفل صغير. بس بدل بقى ما ينسى أو ما ياخدش نفس الطريق والسكة، قرر يقوم هو بدور المغتصب، بس كمان استغل خبرته كويس جدا في مجال الجثث والتشريح عشان يقدر يخفي جرائمه من غير ما أي حد يحس أو يشك فيه بأي شكل من الأشكال. بعد ما كان محمد آدم شغال فني تشريح في الجامعة في الخرطوم، قدم على شغل في دولة الكويت واشتغل في أكبر المستشفيات هناك كمغسل للموتى وبرضه كفني تشريح نظراً لخبرته. وبعد كام سنة رجع تاني للسودان، وبعد فترة انتقل سنة 1995 لليمن عشان يشتغل هناك فني تشريح برضه في مستشفى صنعاء العام، اللي هي وكلية الطب كانوا موجودين في مبنى واحد. وطبعاً اتقبل بسبب خبرته الكبيرة. كان وقتها محمد آدم متزوج من سيدة اسمها حواء، وسكن هو ومراته في شقة قريبة من الجامعة. خلال سنة 1995 كان بيحصل حوادث اختفاء كتيرة جدا، وكان بعد التحقيقات اللي فيه منها أخد شهور حرفيا، الجرائم كانت بيتم تأييدها ضد مجهول والشرطة ما كانتش بتوصل نهائي للقاتل. محمد آدم كان بدأ شغله في الجامعة وكان علاقته قوية جدا بالطلب، خصوصا بتوع كلية الطب على مسمى، يعني انه بيساعدهم عشان ينجحوا، وكان بياخد منهم رشاوي مادية، وفي مقابل الرشاوي دي بيديهم اجزاء حقيقية من اجسام الموتى عشان يستخدموها في الدراسات بتاعتهم. وكمان كان بطرق غير قانونية
بيسجل المحاضرات ويبيعها للي ما حضرهوش، وكان بيخلص لهم أي أوراق أو أي حاجة محتاجينها في الكلية، بس طبعاً بمقابل الرشوة. ده غير أنه كان بيوعدهم أنه يقدر ينجحه وبرضه ياخد فلوس منه، وكل أفعاله حاجات غير قانونية بالمرة. بس كل ده ما يجيش حاجة جنب اللي كان بيحصل في الديرة. سنة 1999 جت بنت اسمها زينب سعود عزيز. البنت دي طالبة عراقية انتقلت إلى صنعاء مع والدتها وإخواتها، كانت بتدرس في كلية الطب، ودي كانت أول سنة ليها. وطبعاً سمعت من الطلبة عن محمد آدم وإنه يقدر يعمل أي حاجة وإنه بيساعد الطلبة بمقابل مادي. زينب ما كانتش شاطرة قوي في الدراسة وكانت عندها استعداد تعمل أي حاجة بس تنجح، وراحت سألت محمد آدم إذا كان يقدر ينجحها ويعديها في الامتحانات مقابل مبلغ مادي كبير. طبعاً محمد وافق على طول، لكن ما قدرش يعمل لها أي حاجة ولا قدر ينجحها زي ما هي كانت عايزة، وبدأ يتهرب منها، وبدأت طبعاً تطلبه إنه يرجع الفلوس. هو تجاهلها تماماً، وكان المبلغ وقتها مبلغ مش بسيط تماماً. وقعدت زينب على الحال ده فترة طويلة تطلبه بالفلوس، وهو بمعنى أصح مطنش، وكل مرة يقولها حجة شكل، لحد ما زينب ووالدتها صبرهم نفل، وقررت والدتها تروح تشتكي في الجامعة. ففعلاً راحت والدة زينب للجامعة وعملت شكوى ضد محمد آدم، وبالفعل قامت إدارة الجامعة بالتحقيق معاه، وقررت إنها تقوم بوقفه عن العمل لفترة. وبعد ما الفترة دي انتهت وخلصت رجع تاني يمارس وظيفته بشكل طبيعي، وكل اللي كان بيعمله من نصب وأخذ رشاوي رجع يكمله من تاني وكأن شيئا لم يكن. مش زينب بقى تتعلم من أخطائها وتعرف إنه شخص نصاب وتبعد عن طريقه، لا مش ده اللي حصل. اللي حصل إن زينب وقتها كانت محتاجة نموذج لجمجمة بشرية بس غير حقيقية، حاجة بلاستيك يعني هتستعملها في دراستها. فراحت سألت محمد آدم إذا كان يقدر يوفر لها النموذج الجمجمة دي ولا لا، وطبعا محمد آدم رد عليها من غير تفكير إنه يقدر يجيب لها اللي هي عايزة، وحدد مبلغ معين. قامت زينب من غير ما تخونه طلعت الفلوس من شنطتها وادتها له على طول، وهو وعدها إن يومين كده وهيجيب لها النموذج ده اللي هي عايزاه. وطبعا كالعادة بدأ تاني يتهرب منها وما جاب لهاش حاجة، وبرضو زينب بقت كل شوية تروح المشرحة تطلب منه الجمجمة، وهو يقول لها بكرة في بعده وهكذا، لحد ما زينب زهقت منه وقالت له خلاص لو مش هتقدر تجيبها رجع تمنها، بس مفيش فايدة. وقتها محمد آدم بدأ يتهرب منها من جديد، لحد ما جه يوم 13/12/1999. في اليوم ده خلصت زينب محاضرتها وراحت لمحمد آدم المشرح، وبدأت تغير لهجتها معاه في الكلام وتهدده إنه يا إما يجيب لها اللي طلبته يا إما بقى هتفضحه وهتقول حقيقته. فضل يسمعها بكل هدوء، وقبل ما تخلص كلامها ضربها بطريقة وحشية جدا، لدرجة إنه من شدة الضرب زينب فقدت الوعي وأغمى عليها ووقعت على الأرض. وبدأ محمد آدم يجردها من ملابسها ويقوم باغتصابها، ولما خلص جهز عدة التشريح وقام دابح زينب وبدأ يقطع جثتها لنصين وفصل الرأس عن الجسم وحطها في وعاء في مواد حفظ، وكمان جاب كذا وعاء وطلع الكبد والكلى وحط كل حاجة في وعاء، وبرضه حط عليهم مواد حفظ وفصل اللحم عن العظم، وأخذ اللحم وحطه في برميل فيه مواد إذابة، ويقال إنه كان بيحتفظ بالعظم وياخد الهيكل العظمي بدون رأس ويبيعه للطلبة. وطبعا دي مشرحة وعادي جدا يكون فيها قطع بشرية ومحدش هيشك فيه. الكلام ده كله كان في شهر رمضان، وقتها المغرب أذن، ووالدة زينب فضلت قاعدة مستنية بنتها على الفطور، بس البنت ما روحتش وكمان تليفونها مغلق. الأم طبعا بدأت تقلق لأن البنت كانت المفروض هتخلص جامعتها وتروح مباشرة، فإزاي كل ده تأخير وكمان موبايلها مغلق؟ وزي أي أم بدأت تحس إن بنتها مش كويسة. اتصلت الأم بصديقة زينب واللي قالت لها إن زينب كانت قايلة لها إنها هتروح المشرحة هتجيب حاجة من محمد آدم وبعدين هتروح، هي ما روحتش؟ الأم ردت عليها وقالت لها لأ كل ده لسه ما جاتش، وقفلت معاها
الأم بدأت تفتكر الموقف القديم اللي حصل مع محمد آدم، وإنه ممكن يكون عمل حاجة في البنت عشان ينتقم منها. راحت الأم جري على مركز الشرطة وبلغت باختفاء بنتها، بس كان كل تعليق الشرطة ما يمكن بنتك هربت مع واحد تعرفه أو حاجة. فضلت الأم تدافع عن بنتها وما يأستش، وبدأت تلف من اسم للتاني، وكل إحساسها والتفكير اللي مسيطر عليها إن بنتها اتأذت وما طلعتش من الجامعة. قررت الأم تصدق إحساسها، وبالفعل بلغت عن محمد آدم واتهمته بشكل رسمي إنه له علاقة باختفاء بنتها بشكل أو بآخر. وفي شهر يناير سنة 2000 الشرطة اتحركت أخيراً وراحوا فتشوا المشرحة والجامعة، لكن ما لقوش أي حاجة، وفضلوا يحققوا مع محمد آدم لوقت طويل لكن بدون أي جدوى، وما طلعوش منه بمعلومة واحدة مفيدة. بس برضو الأم فضلت على موقفها ومصممة إن بنتها ما طلعتش من الكلية، وإن محمد آدم هو اللي عمل فيها حاجة. إحساس الأم دايماً صح سبحان الله. لحد ما جه يوم وصديقة زينب وهي في المشرحة شافت شنطة زينب محطوطة بطريقة مدارية كده في المشرحة. جرت على والدة صديقتها وقالت لها عن اللي شافته وعن مكان الشنطة بالظبط. والدة زينب ما صدقت طبعاً إنها سمعت معلومة ممكن توصلها لبنتها أو حتى جثة بنتها، ورجعت قدمت بلاغ من تاني وعملت التماس بإعادة التفتيش، وبالفعل الشرطة استجابت. وهنا كانت المفاجأة، الشرطة بالفعل لقوا شنطة زينب هناك، وتم القبض على محمد آدم من جديد وتوجيه الاتهام، لكن المرة دي بشكل قوي طبعا بعد الدليل الجديد. فضل محمد آدم يراوغ في التحقيقات، ولما الشرطة فضلت تستجوب فيه وما لقاش مخرج قرر إنه يعترف، وقال إنه قتلها وما قتلهاش هي لوحدها، ده قتل عشرات البنات والنساء. وبالفعل رجعت تاني الشرطة للمشرح وبدأت تفتش، والكارثة إنهم لقوا عشرات من رؤوس النساء، وطلبت الشرطة من والدة زينب التعرف على راس بنتها، وبالفعل لقت راسها. تخيلوا هول الموقف وصدمة الأم، شيء صعب جدا. تم القبض على محمد آدم على طول وتم توجيه الاتهامات له، وهنا بدأت البلاوي تظهر وما خفي كان أعظم. أثناء التحقيقات اعترف محمد آدم إنه قتل نساء كتير جدا في الجامعة، في الجامعة دي بس قتل حوالي 16 بنت، 11 منهم طالبات في الجامعة، والباقيين كان بيستدرجهم للجامعة ويقتلهم هناك. وقال إنه كان بياخد ذهبهم ويبيعه، وإنه في مرة باع خاتم بحوالي 30,000 ريال، ومرة تانية باع حزام من الذهب بقيمة 130,000 ريال، وإن كان بيساعده في بيع الذهب ده عشيقته ياسمين، وإن مراته حواء بريئة وما كانتش تعرف أصلا بكل عمايله دي. ولما سألوه عن ياسمين دي فين اتضح إنه كمان قتلها، عشان اختلفوا في توزيعة الفلوس اللي كانوا بياخدوها من ذهب الضحايا، وإنه قطعها وعمل فيها زي ما بيعمل في كل ضحاياه. والأدهى من كل ده إن ياسمين وقت ما قتلها كانت حامل منه، وما خلص عليها وهو بيقطعها استخرج الجنين من بطنها واحتفظ بيه في صندوق زجاجي وحط عليه مواد حافظة، وفعلا لقوا الجنين واعترف في التحقيقات بكل أريحية إن الجنين ده ابنه. كمان كان في بلاغ مقدم من والد طالبة تانية اسمها حسن أحمد عطية، واللي اختفت برضو أثناء اليوم الدراسي، ووالدها عمل بلاغات كتير جدا باختفاء بنته. وذكر في التحقيقات إن والدها مزارع فقير باع كل ممتلكاته وأرضه عشان بس يدخلها الكلية دي، بالرغم من معارضة إخواته وقالوا له بلاش البنت مسيرها للجواز، بلاش تبيع أرضك وحاجتك، لكنه أصر إنه يحقق لبنته حلمها واللي هي عايزاه وإنها تكمل تعليمها. بس في يوم 19/4/1999 راحت حسن تقابل محمد آدم في المشرح عشان كان وعدها إنه هيجيب لها سيديهات عليها مواد دراسية. أول ما جت تطلع الفلوس من الشنطة عشان تديها له قام كاتم نفسها بقماشة عليها مادة مخدرة واختصب البنت مرارا وتكرارا، وما خلص قام ذبحها وحضر عدته وعمل اللي بيعمله كل مرة، فصل اللحم عن العظم وأخذ الكبد والكلى والرأس وحفظهم. وطبعا البنت اختفت، والشرطة وقتها ما عرفتش تستدل عن اختفاء البنت ولا راحت فين، وفضل أبوها يلف في الشوارع ليل نهار يدور على بنته المختفية لحد ما مات حزنا عليها.
اعترف محمد آدم بكل التفاصيل دي، وقال إنه عضو في عصابة تجارة أعضاء بشرية، وإنهم كانوا بياخدوا منه الكلية الواحدة مقابل 50,000 ريال، وذكر أسماء بعض الدكاترة في الجامعة وإنهم متورطين معاه. ولما سألوه ما كنتش خايف حد يدخل عليك المشرحة مرة واحدة ويكتشف كل اللي أنت بتعمله ده؟ رد وقال إن المشرفين عليه ما كانوش بيجوا من الأساس وسايبين له مطلق الحرية في التصرف في كل شيء. وكمان قال في التحقيقات إن كان في جثث بيدفنها عادي، وبياخد تصريح من الكلية إنها أعضاء بشرية لا تصلح للبحث، واعترف كمان للشرطة عن أماكن دفن الجثث دي. والشرطة بالفعل راحت المكان اللي قال عليه محمد آدم واستخرجوا 8 من رفات البنات المدفونة. ومش بس كده، اعترف محمد آدم إنه قتل سيدات أخرى في الكويت، وقتل حوالي 11 بنت في السودان، ومحدش قدر يمسك عليه أي حاجة هناك، لدرجة إن أساساً البلاغات عن البنات دي متأيدة أنهم مفقودين ومش مقتولين. وقال في التحقيقات أنه في بنات بعد ما قتلهم كان بيختصبهم قبل ما يقطعهم ويعمل اللي بيعمله في الجثث، ده غير أنه كمان مصور كل جرائمه وتقطيعه للجثث وقتلهم ومحتفظ بيهم على شرايط، وقال أنه كان بيستمتع ويتلذذ جدا بقتله للنساء بالشكل ده. بعد ما التحقيقات ما أخدت وقتها وخلصت، حكمت المحكمة بدفع تعويضات من الجامعة لأهل البنتين حسن وزينب وتسمية القاعتين القريبين من المشرحة على أساميهم، وحكمت المحكمة على محمد آدم ب80 جلدة والإعدام رمياً بالرصاص لتهمة القتل. وفي الساعة 9 صباحاً يوم 20 يونيو 2001 تم تنفيذ 80 جلدة، وبعدها تم إعدام محمد آدم في ميدان عام قدام المواطنين اليمنيين، ودي كانت نهايته. طبعاً قضية صعبة جداً وتفاصيلها متعبة نفسياً للجميع. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وقدرت أوصل لكم كل تفاصيل القضية، وياريت تكتبولي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.